طيبين. النهاردة هنتكلم عن إتيكيت السحور. السحور فيه شوية حاجات صغيرة لازم ناخد بالنا منها علشان لما نيجي نعمل عزوم السحور نبقى يعني حاسين بإن احنا واثقين في نفسنا ومرتاحين وراضين عن أدائنا قدام الناس أو الضيوف. أول حاجة لازم نفهمها في الإتيكيت بشكل عام إن الأدوات اللي ما بستخدمهاش ما بحطهاش، يعني إحنا عشان السحور فما فيش طبعاً شوربة وبالتالي مش هستخدم المعلقة. لو أنا هشرب شوربة في السحور ساعتها ممكن أحط معلقة، إنما غير كده هتلاقي التنظيم الترابيزة هيبقى حاجة سيمبل جداً بسيطة قوي، طبق صغير وشوكة وسكينة ومعلقة صغيرة خاصة بالزبادي أو الحاجات اللي أنا يعني كاسترد أو الحاجات اللي زي كده، وطبعا النابكن او الفوطه اللي هنحطها على رجلينا. طبعا اول حاجه اول ما هنقعد هنمسك الفوطه ونحطها على رجلينا بالطريقه اللي احنا متعودين عليها وهنبدا ناكل. السحور مختلف عن بقيه العزومات لان هو ما فيهوش الشغل الكتير اللي بيتعمل في العزومات الثانيه، بيكون حاجات بسيطه جدا، جبنه، فول، ممكن بطاطس مهروسه، بيض مسلوق وطبق فيه سيرفيس من الجبن. ده أقصى حاجة ممكن نعملها في السحور، ممكن حد يزود حاجات تانية بسيطة قوي بس هو ده غالباً هو السحور بتاعنا. السحور مفهوش حاجة معينة احنا ازاي نعملها أو ما نعملهاش، ولكن القاعدة العامة في الأكل البسيط ده إن احنا بنستخدم السكينة وإحنا بنغرف من اللي قدامنا، يعني ما بغمس في الطبق الأساسي، ودي مهمة قوي لازم كلنا نفهم إنه تغميس في الطبق الأساسي ده مش إتيكيت خالص، وعلى فكرة هو مش نوع من أنواع يعني العكننة ولا العجرفة، ولكن هو علشان ما أصبش الآخرين بنوع من أنواع القرف. فبالتالي أنا باخد الأكل في طبقي وأغرفه بالسكينة. أوكي؟ في طريقتين، يا إما هغرف الكميات المناسبة ليا أحطها في طبقي وأبدأ أغمس، وطبعا السكينة هتتحط بالطريقة دي وأبدأ أغمس من طبقي، من الطبق بتاعي. التغميس طبعا اللقمة بتكون على قد ما أنا هغمس بالظبط، دي طريقة. الطريقة التانية إن أنا هاخد من الطبق الرئيسي على اللقمة على طول زي ما هو، إحنا شايفين كده أهو، وهاكلها. الطريقة دي أوكي، والطريقة التانية برضو أوكي. في حاجات مهمة قوي نفهمها كمان انه مش كل حاجة لازم تتاكل بالشوكة والسكينة. البطاطس المحمرة او اي حاجة تانية بتكون نفس الفكرة، البطاطس المحمرة ممكن مدارس كتير جدا بتقول ان احنا ممكن ناكلها بصباعين بس، الصباعين دولت واحنا بنسميها حتى في الاتيكيت فينجر فود، ممكن تتاكل بالصباعين، تتمسك بصباعين بس، بس ما استخدمش الايدين كلها، هستخدم صباعين بس. وفي مدارس تانية ممكن تقول ان احنا نستخدم الشوكة والسكينة فيها، الاثنين ما فيهمش اي مشكلة. المهم القاعدة الأساسية في الإتيكيت إنه أنا ما أصرش الإزاز اللي قدامي بأي شكل من الأشكال. السحور طبيعي ما بيكونش فيه حاجات فيها مواد دسمة كتير، حاجات بسيطة. وكل سنة وأنتم طيبين، وبتمنى لكم سحور صحي وخفيف عليكم، يا رب رمضان كريم عليكم.